من عمليه الضرب. شايفين هذا نفسه الفريكونسي مالتي بلاير، قسم منه عباره عن باند باس فلتر. ليش؟ لانه هذا النون لينير ديفايس اللي هون بعطيني القوه الاولى والقوه الثانيه والقوه الثالثه الرابعه الخامسه، يعني كل القوى الممكنه للاس. فبالتالي كل قوه من هاي القوى، مثلا القوه الثالثه بتعطيني 3 اف سي، الرابعه بتعطيني 4 اف سي، واقيس على ذلك. فبيجي الباند باس فلتر شو بيعمل؟ بختار المضاعف تبع اف سي اللي انت بدك اياه. يعني بدك 3 اف سي بيطلع لك هاي الكومبوننت، بدك 4 اف سي بيطلع لك ايضا هاي الكومبوننت. فطبعا انت بتكون مقرر مسبقا كم قيمه التردد تبع الكارير وكم قيمه بيتا، مشان لما يضرب يضربهم صح. حد عنده اي سؤال؟ طيب، يعني التردد النهائي للكارير بالحالة هاي هو MFC، والبيتا النهائي عبارة عن M بيتا، هذا سميناه FI برايم وهذا سميناه بيتا برايم. طبعا البرايم اللي هون ما له أي علاقة بموضوع اشتقاق وما اشتقاق، هذا يعني بدل FI، FI برايم بدل FI، بيتا برايم بدل بيتا. فطبعا انت احنا كنا عارفين انه دائما السنتر فريكونسي بتساوي اف سي، هون صارت ان ضرب اف سي، مش هالمشكله. ايضا البيتا صارت ان بيتا، نفس العمليه، حط ان ايكوال 1 بيرجع كل شيء زي ما كان. اي سؤال يا شباب؟ طيب، هاي اذا بالنسبه للاندايركت. شو بالنسبه للدايركت؟ هذا الدايركت عبارة عن طريقة بتولد إشارة الـ FM in one stage، يعني ما عنده مرحلة أولى ومرحلة ثانية، خلص دغري على طول بعطيك FM signal. ويستعمل مشان يوصل لهاي النتيجة يستعمل ما يسمى voltage controlled oscillator، يعني oscillator نتحكم بتردده عن طريق الـ voltage. هلا الـ oscillator زي ما أنتم عارفين ما له input، الأوسيليتر هي الدائرة الكهربائية الوحيدة اللي ما بتاخذ انبوت وتعطيك اوتبوت من دون ما يكون عندها انبوت. طبعا هذا لا يشمل السبلاي فولتج اللي هو الفي سي سي او الفي دي بي او الفي سي، المهم هذا سبلاي فولتج، هذا فيش الكهرباء، هذا مش انبوت. فبالتالي من هاي الناحية هي زيها زي اي دائرة. يعني الان الامبليفاير عنده انبوت، عنده انبوت، مثلا عنده input S1 of T بيكبره بتصير S2 of T، لكن هل عنده supply voltage بالإضافة للانبوت؟ نعم، supply voltage موجود بكل الدوائر الكهربائية. ليش؟ لأنه عندنا قانون حفظ الطاقة، احنا ما بصير نولد طاقة من لا شيء. فالأوسيليتر ما بعطيك output من لا شيء، بعطيك output من supply voltage ومن أي شيء بإمكانه يلتقطه بطريقة أو بأخرى من الإشارات الخارجية. يعني أي سلك، أنت لو جبت سلك معدني وهذا السلك يعني بيلتقط إشارات، بيعمل عمل أنتنة صغيرة، قد يكون الإشارات اللي فيه ضعيفة جدا، قد تكون بالبيكو أو بالنانو، لكن يكون فيه إشارات. فالأوسيليتر يستقبل مثل هاي الإشارات الضعيفة اللي هي جاي من الانفايرمنت، ما بيكون جاي كإنفوت، يعني انت مش خاص تعطيها انفو، لكن هي موجوده بالمكان يعني، فياخذها ويولد منها اشاره ومن السبلاي. طبيعي السبلاي بالدرجه الاولى. حدا عنده اي سؤال على هاي النقطه؟ طيب، هلا هذا الفولتج كنترول اوسيليتر اذا مبدا عمله انه تتحكم بالاوتبوت فريكونسي، مش بارتفاع الاوتبوت، مش بقيمه الاوتبوت، مش بالباور اللي بالاوتبوت، لا، تتحكم بتردد الاوتبوت. الاوتبوت ساينوسويد، الاوتبوت للفولتج كنترول اوسيليتر عباره عن ساين ويف. ساين ويف له تردد، طبعا له امبليتيود وله اشياء ثانيه فيز، الا انه الفولتج كنترول اوسيليتر ما لنا علاقه بالفيز ولا لنا علاقه بالامبليتيود.
الكنترول فولتج هذا اللي بنضيفه عليه عبارة عن كنترول فولتج مش انبوت. هلا بنوريكم كيف بنضيفه. يتحكم فقط بالفريكونسي فقط. طيب هلا هذا فيه منه عدة أنواع، والنوع اللي احنا بدنا نتكلم عنه الهارتلي أوسيليتر. طبيعي هارتلي اسم شخص، وهناك العديد من دوائر الفولتج كنترول أوسيليترز بأسماء أشخاص آخرين زي كولبيتس وزي بيرس وزي كلابس أوسيليتر، عدة دوائر. احنا طبعا موضوع الأوسيليترز كله على بعضه ليس من المواضيع اللي بنغطيها بهاي المادة، وإنما يغطى في مواد أخرى. قد يكون بعضكم شافوا هذا الموضوع بطريقة كثير أو قليل، يعني لا أعلم، بمادة الإلكترونيك سيركتس ربما. وإذا كانوا ما شافوا ربما مشوفوا على الأغلب في مواد اتصالات قادمة على مستوى السنة الخامسة. المهم إحنا ما راح نفوت بالتفاصيل. هاي النوعية من الأوسيليترز تعتمد على variable capacitor، variable capacitance خلينا نقول مش capacitor، لأنه الكاباسيتر عبارة عن component بتطوله من الشلف وبتركبه. إحنا ما عنا إحنا عنا إشي بعطيني capacitance، وهاي الكاباسيتنس متغيرة. الآن المكثف اللي بتطوله عن الشلف وبتركبه على الأغلب بيكون له قيمة، وهي القيمة معلومة، يعني بتجيب 0.1 مايكرو فارد، بتجيب 100 نانو هي 0.1 مايكرو. المهم بتجيب مكثف بقيمة معينة، إلا أنه هذا المكثف اللي هون مش مكثف عن الشلف وليس له قيمة ثابتة، إنما قيمته تتغير حسب شغلة ثانية بنضيفها إحنا على الموضوع. يعني المهم إذا نظرنا نظرة سريعة على الدائرة، هاي الدائرة بلاحظ انه هاي الدائرة بتعطيني هذا التردد اللحظي. هذا التردد كيف بقرأه؟ انا بقرأ 1 over 2 pi root LC، مش مهم عندي L1 plus L2، هذا L1 plus L2 لانه هيك طريقة توصيلهم. انما انا بعتبر انه هذا ال L المكافئ 1 over 2 pi root LC. اذا بتتذكروا بال RLC circuits كان ايضا الريزونانت فريكونسي عبارة عن نفس المقدار 1 over 2 pi root LC. يعني حل مسائل الأوسيليترز شبيه جدا بحل موضوع التيون سيركت بهاي النقطة على الأقل. فإذا بتلاحظ هون لو أنا طلعوا على المعادلة 50، لو كان عندي السي متغير بغض النظر عن طريقة التغير، المهم أنه متغير، يعني C of T معناته C يتغير مع التايم، فهذا يعني انه الـ Fi of T ستتغير مع التايم ولا لا؟ طبعا الـ 1 والـ 2 مش متغير، الـ 1 والـ 2 fixed خلص قيمته مثلا 0.1 ملي هنري 1 ملي هنري، المهم هذا ثابت سواء الـ 1 او الـ 2 او الـ 1 plus الـ 2 اللي هو، انما التغير هو بالـ C. فإذا كان السي عنده تغير يكون الاف عنده تغير أيضا. حد عنده أي سؤال لحد هون؟ طيب هلا النقطة المهمة، هذا السي المتغير كيف بنعمله؟ كيف بنخليه يكون متغير؟ هذا بنعمله، طبعا أنا ما بدي أدخلكم برضو بالتفاصيل، لكن إحنا نتكلم عن الأمور اللي بتهمنا كأنظمة اتصالات مش كدوائر إلكترونية أو دوائر أوسيليترز أو غيره. هذا الكاباسيتنس بنسميه فاركتر أو بنسميه فاري كاب. إذا بتدقق بالتعبيرين تجد هم اثنين مأخوذين من فاريبل كاباسيتر، شوي من هون وشوي من هون، بنخليها فاركتر أو بنخليها فاري كاب. المهم هذا الفاري كاب أو الفاركتر كيف بنعمله؟ هذا بنعمله عن طريق الـ P-N junction. طبعاً أنتم بتعرفوا الـ P-N junction، وبتعرفوا أنه هاي الـ P-N junction بيكون عليها bias voltage ولا لا؟ هلا هذا الـ bias voltage لما ينحط بيسبب وجود شحنات بالمنطقة الـ P،
وشحنات بمنطقة الإن، ويسبب بالإضافة إلى دول الثنتين يسبب منطقة depletion region. وهذا depletion region هي منطقة خالية من charge carriers، خالية من الشحنات. كلمة depletion معناها تفريغ، تفريغ. فهي منطقة مفرغة، مفرغة من شو؟ من الشحنات. فالمنطقة المفرغة وعلى الجانبين عندك شحنات، هاي دغري بتكون كاباسيتنس، وهذا يشبه البارلل بليت كاباسيتنس اللي بيكون عندك صفيحتين، الصفيحة الأولى مشحونة والثانية مشحونة، وفي بينهم منطقة عازل، قد يكون هواء، قد يكون أي مادة أخرى عازلة. فبكون عندك هون يعمل عمل مكثف، ويكون قيمة المكثف أو السعة تاعت المكثف تعتمد على البعد ما بين الصفيحتين طبعا، وعلى الشحنة الموجودة على الصفيحتين. فإذا أنا نرجع للPN junction، صارت الصورة شبيهة بموضوع البارلل بليت، صح؟ سهل نتخيل إنه أنا صار عندي وضعية بارلل بليت، الP junction على اليمين والN junction على اليسار والديبليشن بالوسط، فهي بارلل بليت دغري. المهم بالموضوع إنه هذا البارلل، هذا الديبليشن ريجن، لما بدي أغير البايس فولتج بتغير معه، بتغير معه. فإذا أستطيع أن أقلل وأزيد الويند of the depletion region عن طريق البايس، صح؟ مر عليكم هذا الكلام يا أخوان أو لا؟ 220 شغلة زي هيك. طيب على الأغلب مر، مش مشكلة إذا كان ناسين، وإحنا بهمنا الأمور العامة وليست التفاصيل. فالمهم نعرف إنه هذا depletion region يزيد ويقل حسب الـ applied bias voltage. طب شو رأيكم الآن إنه أنا مكان الـ bias voltage بدي أحط M of T، مكان الـ bias voltage بدي أحط M of T. طبعا M of T إحنا متفقين إنه على الأغلب هي عبارة عن single tone sinusoidal، معناته هي أيضا تزيد وتقل مع التايم. يعني sinusoidal عارفين كيف شكل sinusoidal، بيطلع 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 تيصل البيك، بعدين برجع بصير ينزل تيصل الأذر بيك، يعني النيجاتيف بيك، ثم يزيد من جديد وهلما جرى. فإذا كان البايس الموجود على البي ان جنكشن بهاي الطريقة طالع نازل طالع نازل مع التايم، شو بصير للويدث اوف ذا ديبليشن ريجن؟ بده يصير نفس العملية، بيزيد بيزيد بعدين بخل بخل بعدين بيزيد بعدين بخل. ف استطعنا إذن إنه ننقل تغيرات الأهم إلى تغيرات بقيمة الكاباسيتنس، ولا لا؟ لأنه نقلناها بالأول إلى تغيرات بالwidth of the depletion region، صار الwidth of the depletion region function في M of T، وبالتالي صارت الكاباسيتنس function في M of T. واضح لحد هون؟ بس احنا ما راح نتكلم عن PN junction او عن depletion region اكثر من هذا الكلام، يعني البيسك principle بس فقط لا غير. هلا خلاف ذلك، العلاقة ما بين C والM، هلا C صار C of T، ايوه بالدائرة مكتوب C of T ومحطوط عليه اشارة التغير زي ما بنعمل على المقاومة او على الاندكتر، نعمل إشارة التغير. بس المهم إنه هذا السي ما بتغير اعتباطياً، ما بتغير زي البوتنسيوميتر يعني مثلاً، لا هذا بتغير بالمعادلة 49. هاي المعادلة 49 تقول إنه الكاباسيتنس للبين جنكشن هي عبارة عن مجموع قيمتين، القيمة الأولى اللي هي سي زيرو، وهاي عبارة عن قيمة ثابتة. هاي القيمة الثابتة امتى بتصير؟ هاي بتصير إذا كان الام صفر أو كان الام مش موجود من أساسه. يعني لو جبت الـ PN junction وحطيت عليه fixed bias، fixed، لا غيرته مع M ولا غيرته مع أي شيء آخر، بعطيك الـ C0، وبالتالي هاي الحالة تدل
على انه عندي unmodulated carrier. ليش؟ لانه بتروح على تردد ال 49 تجد انه سي اوف تي بتساوي سي زيرو. طيب اجيب السي زيرو بعوضها هون، شو اللي بده يتغير هون؟ ولا اي شيء، صار عندي التردد اللحظي عباره عن مقدار ثابت. هذا المقدار الثابت عباره عن 1 over 2 باي روت ال ضرب سي زيرو. هاي بالنسبه للسي زيرو. طيب القسم الثاني اللي هو بيكون موجود اذا كان اللي مفتي موجود وقيمته مش صفر. طيب عباره عن دلتا سي مقدار معين، دلتا سي سي كوساين 2 باي اف ام تي. طيب انا المسج عندي اي ام يعني زيها بالضبط بس مكان الدلتا سي اي ام. طب يعني الدلتا سي ثابت والاي ام عباره عن ثابت، اذا هذا المقدار، هذا المقدار يتناسب مع ام اوف تي ولا لا؟ بتناسب دكتور. طيب يا نشوف نرجس ابو زيتون، وين نرجس؟ نعم دكتور. احكي لي يا نرجس هذا المقدار اللي بيبدا بدلتا سي، احكي لي شو بيساوي بدلاله ام اوف تي؟ شو بيساوي بدلالة ام اوف تي يا نرجس؟ ما بعرف دكتور. طيب يا نرجس، مع انه لازم تعرف يا نرجس. نشوف كرم عامر. موجود دكتور. شو يا كرم؟ دكتور بدل السي زيرو بنحط اي ام. لا لا سيبك من السي زيرو، انا بدي هذا المقدار اللي دلتا سي كوساين، هذا شو بيساوي من ام اوف تي؟ شو بيساوي بدلاله ام اوف تي يا كرم؟ ام تي كوساين 2 باي اف 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 تي اف ام تي، يعني بدل الدلتا سي بنحط ام تي. لا يا كرم مع الأسف مش هيك. أنا قريت إنه is no present or equal to zero بس ما فهمت صراحة، ما بعرف إذا هذا المعنى ولا لا. طيب هلا بقول لك، هلا بقول لك إذا ما عرفوا زملائك أنا بقول لك. نورس القرآن. وينك يا نورس؟ دكتور ممكن أجاوب أنا؟ قولي لي بالك شوي. طلع عندي طالب طالبين، إذا ما جاوبوا بنخليك تجاوبي. محمد زياد. نعم دكتور. شو يا محمد؟ يكون الماجنيتيود تاع ام اوف تي؟ يعني اللي هو اي ام؟ يعني احكي لي اياه بدلالة ام اوف تي يا محمد. هسا ام اوف تي راح يكون اي ام في كوساين، اذا كان كوساين يعني. هلا هون طيب. انا موجود عندي الكوساين، دلتا سي بده يكون اي ام يعني. طيب يعني شو اسوي بالاخير؟ بدي جواب يا محمد. هاي يعني افترض انه امامك اربع خيارات بدك تختار واحد منهم، او امامك فراغ بدك تعبي الفراغ. بدك دلتا سي بدلاله ام اوف تي صح؟ لا بديش دلتا سي بدلاله ام اوف تي، بدي دلتا سي كوساين 2 باي اف ام تي كلها بدلاله ام اوف تي. بتكون ام اوف تي بتكون بتساوي ام اوف تي اظن. طيب يا محمد احنا بدناش نظن يعني، بدنا كنا نجاوب جوابك انت بارشلي بارشلي اوكي ماشي، انت جوابك افضل من جواب من سبقوك يعني. نشوف بلكي بدنا جواب هيك ثاخب يعني، جواب خلص ما يكون في افضل منه. هشام ابو شريح. نعم دكتور. شو يا هشام؟ دكتور ما الجواب القاطعي لهالسؤال؟ دكتور سكيل من مفتي يعني تكون نصها سكيل من مفتي. وات از ذا سكيل؟ وات از ذا سكيل؟ يعني يكون دلتا سي بيكون اي ام في ثابت يعني، فتكون اي ام على الثابت المفتيح الثابت. طيب يا هشام بدي اقبل جوابك انا لانك انت جاوبت افضل الموجود.
وما بدنا نطول كثير يعني على سؤال أنا كنت أعتبره سؤال كثير فرعي. أنا بدي أكتب لكم إياه كتابة يا أخوان مشان يعني تحتفظوا فيه، هاي الفكرة الرئيسية. خليني أكتب لكم إياه ثواني بس. هذا أولاً بدي أعمل كوبي. أيام طلعوا لي هاي المعادلة يا شباب، خاصة الشباب اللي سألناهم. تفضل، هاي الجواب واللي كان يعني مفروض على رأس لسان دغري. لو جبت ام اوف تي قسمته على ام وضربته بدلتا سي بعطيك دلتا سي كوساين 2 باي اف ام تي. طيب احتفظوا فيه، وارجو ان ناخذ مناسبه هذا السؤال، مشان هذا السؤال انا بجيب لك زيه 10,000 سؤال عن شغلات يعني في بينهم علاقات معينه، وبيكون الجواب بهالبساطه، لا بده لف ولا بده دوران. ام اوف تي بتساوي ام كوساين 2 باي اف ام تي، أنا عندي دلتا سي كوساين 2 باي اف ام تي، شو اللي تغير؟ ضربته بدلتا سي على اي ام، ذاتس ات. طيب خلص هذا بدي أشيله أنا على أساس إنه المفروض كتبته، إذا في حد بده إياه بدي أخليه شوي صغير. يلا أخوان أشيله ولا بدكم إياه؟ خلص. إذا هذا المقدار زي ما شفنا، هاي بدي ارجعها شوي شوي، هذا المقدار هذا ثابت دلتا سي على اي ام، وطبعا دلتا سي والسي زيرو هي عباره عن مقادير تعتمد على هاي الدائره، ما لنا علاقه فيهم كيف بنجابه بالضبط، ماشي بنجابه من الدائره ومكونات الدائره وما الى ذلك. اللي بيعنينا انه الدلتا سي ثابت، اي ام ثابت، اذا صار هذا المقدار كله على بعضه يتناسب خطيا مع ام ولا لا؟ طلعوا عليه، وعبارة عن ثابت ضرب M، إذن يتناسب خطياً مع M. That's it. ماشي. وبالتالي هذا الدلتا C is a constant that is proportional to AM. هاي ملخص الكلام كله. جيد. شفنا إنه التردد اللحظي عبارة عن هذا الشيء يعني. هاي العلاقة، وهاي احنا مش مطالبين نشتقها حتى لو كان عندنا أسئلة مقالية، فلن أطالب باشتقاق هاي المعادلة، لأنه هاي اشتقاقها بيعني أنه نعرف على الأوسيليترز، وبيعني أنه نعرف نعمل أناليسيز للدائرة اللي موجودة أمامنا. طبعا هو قد نتجادل أنه ضروري نعرف ولا مش ضروري نعرف، أنا مع أنه ضروري نعرف، لكن هذا مش ضروري لل450 بالذات، هذا بتغطى بمواد أخرى. هلا شو كتبنا هون؟ كتبنا قعدنا كتابة هاي المعادلة، يعني زبطنا فيها شوي بعد ما عوضنا مكان السي اوف تي. شايفين هذا السي اوف تي جبته من هون، جبته من هون، عوضته مكان السي اوف تي اللي هون، وشوي زبطنا المعادلة، تظبيطات بسيطة كلكم بتقدروا تعملوهم عشان نطلع هاي المعادلة. هاي المعادلة تقول انه the instantaneous frequency هي عبارة عن اف زيرو ضرب الكسر اللي أمامنا، و F0 هي عبارة عن 1 over 2 pi root LC0 اللي اتفقنا أنه هي تكون عبارة عن التردد
عندما تغيب M of T أو عندما تكون M of T بتساوي صفر. هذا إخوان اسمه the free running frequency. برضو إذا مش مكتوب والله شكله مش مكتوب. لا خلينا أكتب الكوية. هذا التسمية هاي مهمة وأنا بيهمني تعرفوها. هاي منضيفة هون. طلع أنا بعمل print out بنحولها يعني لل PDF file اللي عندكم. Where F zero. F zero. خلص هاي بدي اخليها ما بديش اشيلها وبدي تكونوا عارفين هذا التعبير انه it's the free running frequency of the oscillator يعني هاي تردد الاوسيليتر اذا سبناه بحاله ما دخلنا بالسي اوف تي تبعه اوكي ظل السي اوف تي تبعه فيكست فبالتالي بنسميها free running frequency احنا اتفقنا اوريدي ايضا انه هاي تدل على انه عندي unmodulated carrier ليه عن موديليتد كارير؟ لأنه بطل فيه أي دور للإم أوف تي صار عندي أوسيليتر بعطيه تردد ثابت على طول ويساوي إف زيرو فتكون هاي بمثابة تردد الكارير اللي إحنا كنا نسميه إف سي مش مشكلة إف سي ولا إف زيرو. طيب الآن هاي العلاقة ليست علاقة خطية ما بين اللي هي العلاقة المقصود يعني 51 ليست علاقة خطية بين الـ FI والـ M of T لأنه عندي كسر وعندي مقام وعندي جذر فيعني هاي صعب نقتنع أنه هي علاقة خطية كيف بدها تيجي علاقة خطية لكن إحنا رايحين نوريكم أنه هي نعم ممكن تكون علاقة خطية بحالة واحدة إذا كان الدلتا C أصغر بكثير من C0 لأنه إذا كان الدلتا سي شايفين الدلتا سي وين موجود هيو والسي زيرو هيو يعني صار دلتا سي على سي زيرو من هون اقسم الطرفين على سي زيرو تجد أن دلتا سي على سي زيرو أقل بكثير من كم أقل بكثير من واحد صح لما أقول لك أنا دلتا سي أقل بكثير من سي زيرو يعني اقسم الطرفين على سي زيرو بيطلع معك دلتا C over C0 اللي هي موجودة هون أقل بكثير كثير من 1 طيب هذا اللي أقل بكثير كثير من 1 أنا ضاربه بكوساين وهذا الكوساين على الأكثر بصير 1 إذا حتى مع الكوساين هذا أقل بكثير من 1 ولا لا هذا أقل بكثير من 1 إذا أنا بستطيع كتابة هذا الكسر كاملا بسط هو مقامه معا زي كأنه 1 over root 1 plus x هذا ال1 موجود والجذر موجود والواحد الأولاني موجود وما تبقى هو x و x صغير جدا طبعا هاي برضو خليني أضبط لكم إياها شوي لأنه هي مش يعني الكلام اللي بدي أكتبه ضروري هل بس شوفوه بتعرفوا انه فعلا ضروري شايفين هاي المعادله اخوان ليست صحيحه دائما هاي المعادله صحيحه وممتازه مش بس صحيحه لما يكون الاكس اقل بكثير من 1 وانا عندي هذا الامر موجود ولا لا موجود يعني انا عندي الدلتا سي على سي 0 اقل بكثير من 1 حتى انه تاخذ انطباع يعني اولي عن هاي المعادله، هاي المعادله برضه خليني اكتب لكم اياها بالصوره الثانيه هون لمزيد من الفائده انه لو كان اخذت المقام لحاله شايفين؟ يعني يساوي هاي المقام لحاله يا شباب
هذول العلاقات استعملوهم وين ما كان، هي علاقات ممتازة. هلا بوريكم ليش. لو قلنا X مثلا بتساوي 0.21، ركزوا لي على التحتانية. طبعا الأولى والثانية identical، يعني هم هاي من هاي وهاي من هاي، لكن أنا يعني صعب أعطيكم أمثلة على الأولى، لكن الثانية كثير سهل، كثير كثير سهل، وهم الثنتين equivalent. شوف الـ X لو كانت 0.21 بصير داخل الكسر كم؟ 1.21 اللي هو جذره كم؟ ال 121 جذره كم؟ 11. يعني أنا عندي 1.1. طيب هذا بالحساب الصحيح 1.1 مش تقريب. طب بالتقريب اتذكر 1.1 طلعت. طب هلا بالتقريب حسب هذا التقريب هتطلع 1.105. هل يختلف كثيرا ال 1.1 عن ال 1.105؟ لا تصير لنا بعض يختلف شيء. لو اخذت ال x 0.44 بتصير جذر ال 144 12، يعني 1.2. لكن 1 plus 0.44 على 2 بعطيني 1.22. فايضا هل يختلف كثيرا 1.2 عن 1.22؟ بالكاد بالكاد بيختلف، والاختلاف اقل من 2% ولا لا؟ فيش اختلاف. اذا هذا تقريب ممتاز، تقريب قوي، هذا تقريب قوي سواء بالصوره الاولى او بالصوره الثانيه اللي هم بكرر متكافئين، لكن ضرب الامثله على الثانيه ابسط واوضح. فاذا انا بدي استعمل الصوره الاولى لانه انا ما عندي الصوره الثانيه، عندي الصوره الاولى. فهاي الصوره الاولى اللي هي هون بطبق على اللي هي المعادله اللي عندنا احنا، يعني بطبقها على الصوره الاولى اللي هون اجد ما يلي. ايوه دغري. والان هذه علاقه خطيه مع ام، مع انه عندي اشاره ناقص. الخط المستقيم قد يكون عنده نيجاتيف سلوب، لا يمنع انه يكون خط مستقيم انه السلوب سالب. فاذا بتطلعوا على المعادله 54 وبتطلعوا في نفس الوقت على 55 تجد انهم المعادلتين متشابهات جدا، بل انهم متطابقتان. يعني اذا خلينا كي اف بتساوي هيك، شيل هاي الكي اف حط مكانها هذول، بتطلع المعادله 54. وطبعا معادله 55 هاي صرنا فترة طويلة بنتعامل معها، ومش بحاجة أن نقنع نفسنا مرة ثانية إنه هاي علاقة خطية بين التردد اللحظي والإم. ولا شو رأيكم؟ هاي عارفينا من زمان إنه عندها هاي الخاصية. طالما صار 54 زي 55 معناته الخاصية هي موجودة ولا لا؟ موجود. هذا عنده أي سؤال؟ إذا بتلاحظوا كمان ملفت انتباهك ولا شغلة مهمة، إنه إحنا بالأول كان الكيس عندنا بوزيتيف، حتى قلنا يعني مباشرة قلنا إنه لما الام تزيد اف اي بتزيد، ولما الام تقل اف اي بتقل، وهذا يعني تلقائيا إنه كيس إز بوزيتيف. طب أنا الكيس اللي عندي هون طلع نيجاتيف، هل هذا بيخرب موضوع الاف ام؟ هل هذا بيخرب موضوع العلاقة الخطية بين الإف والإم؟ أبداً، ولا بيخرب أي شيء، ولا بيخرب أي شيء، طالما أنه لا زال هناك علاقة خطية ما بين التردد اللحظي والإم. هذا كل اللي إحنا عايزينه، ومش عايزين أكثر منه. طلعت والله إشارة الكيف سالبي أو طلعت موجبة، هذا يعني من أقل ما يعنينا. ما شاء الله، هما تتبدل الأدوار، بيصير بدل ما نقول لما يزيد الام بيزيد الاف، لا بيقل الاف. بدل ما نقول لما يخل الام بيقل الاف، لا بيزيد الاف. بس حدا عنده اي سؤال شو قبل ما نترك هذا الموضوع؟ طيب، فاذا سنترك هذا الموضوع
وننتقل إلى موضوع الدي موديليشن. طبعاً لازم يكون عندنا دي موديليشن لأنه أنا كونت الـ FM سيجنال أرسلتها بالشانل، أجت الإشارة من الشانل على الريسيفر. طب خلص الريسيفر شو بده بالـ FM سيجنال؟ بده الآن يطلع منها الـ MFT. مشان الـ MFT الآن إذا كانت إشارة صوتية نسمعها، إذا كانت إيمج نشوفه، إذا كانت فيديو أيضاً نطلع عليه ونسمعه ونشوفه، وشو مكانها؟ ربما إيميل مسج أيضاً يطلع لنا الإيميل مسج، ويب بيج تطلع لنا الويب بيج، whatever it is. فنريد أن نستعيد MFT. فهذا واجب الديموديليتر. الآن الأوبجكتيف من الديموديليتر is to produce a transfer characteristic. يعني منحنى. Transfer characteristic يعني منحنى. That is the inverse of that of the frequency modulator. أيوة. طب يا أخوان لما نيجي نتطلع هون، أنا عندي F تعتمد خطياً على الـ M، ماشي؟ ما عندنا شك الآن بهذه النقطة. إذا كانت M تعتمد، F تعتمد خطياً على الـ M، فكيف تعتمد M على الـ F؟ لو بدنا نعكس العلاقة، وأنتوا هاي علاقة زي هاي ما بتغلبكوا يعني. يعني لو كانت هاي علاقة Y بتساوي A plus BX، ما بتقدر تجيب X. بتقدر. شو بيكون بالحالة هاي X؟ بيكون X أيضاً علاقة خطية مع Y ولا لا؟ إذا العلاقة بين Y و X خط مستقيم، فكيف تكون بين X و Y؟ خط مستقيم آخر، وإنما بمقلوب السلوب. يعني لو كان السلوب للأولاني ثلاثة بيصير ثلث، مقلوبه مش من الماينس تبعه، مقلوبه مقلوب. يعني حتى لو كان نيجاتيف مقلوبه هو نيجاتيف، المقلوب يعني اللي هي 1 over. فهي الفكرة. إذن أنا أتوقع أن هناك علاقة خطية تربط M مع F، وكل هدفنا نوصل لهذه العلاقة، لأنه إذا وصلنا لهذه العلاقة معناته وصلنا للM. الريسيفر راح يشوف شو التردد اللحظي. الريسيفر ما عنده مشكلة يعرف ما هو التردد اللحظي، لكن مشكلته بده يعرف من هذا التردد اللحظي ما هي M. هذا الهدف الأهم. الهدف الأهم إنه إذا علم التردد اللحظي فكيف نعرف M؟ بس. هلا بقول إنه هاي العلاقة العكسية اللي الآن بتربط M مع S، which can be realized، نستطيع تنفيذها وبناءها إما directly أو indirectly. هذا إخوان مشان منع الالتباس، وإذا بده يمنع الالتباس أنا بدي أشيله. بس انتوا حكولي هذا ما له علاقة في موضوع الدايركت اف ام والاندايركت اف ام. ونحن قلنا وشددنا وكررنا أكثر من مرة إنه توليد إشارة الاف ام، أو يعني بالأصح طريقة التوليد، هي التي تتغير إذا كان عندك دايركت مقابل اندايركت. مش الإشارة اللي بتنتج، تستطيع أن تنتج نفس الإشارة بدائرة من نوعية الدايركت وبدائرة من نوعية الاندايركت، ومع ذلك لما تدخل على الشانل اللي بدخل على الشانل هو نفس الإشارة، أجا من دايركت ولا من اندايركت. طب إذا كان أجا بهذا الشكل، ليش إذن طريقة توليده تتأثر بطريقة طريقة الديموديليشن تبعه، يعني بدها تتأثر بطريقة توليده لنفس الإشارة؟ فالديموديليتر أقل ما يعني إنه يتكلم عن كيف كانت طريقة التوليد. مظبوط ولا لا؟ يعني أنت لو في بجيبتك 10 دنانير وبدك تشتري لك شغلة تساوي 10 دنانير أو 9 دنانير، هل تسأل طب كيف أنا جمعتهم هذول العشر دنانير؟ لا، خلص المهم أنه معك 10 دنانير. إذا السلعة اللي بدك تشتريها يعني سعرها ضمن هذا الحد تشتريها، مش ضمن هذا الحد بتحاول تدبر فلوس ثانية. لكن كيف أجوا العشر دنانير ما له علاقة بأن تشتري أو لا تشتري، طبعا مع بعد المقارنة، لكن الفكرة أنه نعزل ما بين الموضوعين. إذن نستثمر العلاقة العكسية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، فقط هذا الموضوع تبع دايركتلي وإندايركتلي.
يعني كيف نستثمر العلاقة العكسية؟ هل نستثمر بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر؟ ثم الطرق الديموديليشن يعني على الأقل اللي بنحاول ندرسهم بال450 هم أربع طرق. أنتوا لما تروحوا على المختبر ال452 بتاخذوا يا أخوان أربع طرق للديموديليشن. طب إذا هذول الأربع طرق كيف نربطهم مع الدايركت والإندايركت؟ ثنتين هون وثنتين هون مثلا؟ لا، نربطهم إنه أي طريقة من الأربعة تستطيع تعمل دي موديليشن لدايركت أو إندايركت FM بس، وما إلها علاقة هل كان دايركت أو كان إندايركت. إذن الطريقة اللي إحنا بنتعلمها بالدي موديليشن وليس بالموديليشن، خلصنا الموديليشن، هلا بالدي موديليشن من نوعية الدايركت، هذا نقوله بس مشان تمام المعرفة، هي طريقة مباشرة وهذا ليس له علاقة بأنه كان الـ FM دايركت أو مش دايركت. طيب هي طريقة مباشرة تستعمل، هاي طريقة تستعمل دائرة مشهورة جدا تسمى دائرة الفريكوانسي ديسكريمينيتر، وتقوم على مبدأ الفريكوانسي ديسكريمينيشن، يعني التمييز الترددي، التمييز بين الترددات. طب يا أخوان أنا لما أعرف إنه M تعتمد بعلاقة خطية مع F، ألا يعني هذا إنه القيمة المختلفة لل FI يجب أن تعطي قيمة مختلفة لل M؟ شو رأيكم؟ ما هو طالما F بتتغير FI بتتغير، معناته M بتتغير ولا لا؟ أكيد بتتغير، أكيد بتتغير. هذا هو التمييز بالموضوع، شايفين؟ هذا هو التمييز، أن يكون تغير الاف يعني تغيراً بالام، ولذلك تسمى دائرة الفريكوانسي ديسكريمينيتر. وهي كاتب لنا هوز انستانتانيوس اوتبوت امبليتيود، والتي يكون الاوتبوت اللحظي تبع سوري directly proportional to the instantaneous frequency of the FM signal، يعني بعطي output يتناسب مع التردد اللحظي، علما انه التردد اللحظي يتناسب مع M، فبالتالي صار عندي زي كأنه A تتناسب خطيا مع B التي تتناسب خطيا مع C. اذا شو بده يكون A مع C؟ بده يكون علاقة خطية ايضا بعيد. لو كان A بتناسب خطياً مع B وكان B بتناسب خطياً مع C، ألا يكون الA خطياً يتناسب خطياً مع C؟ قطع. فإحنا هيك بدنا نعمل، إحنا بنعرف إنه الـ FI تتناسب خطياً مع M، شو بنسوي؟ بنجيب الـ Frequency Discriminator مشان يعطيني Output يتناسب خطياً مع FI اللي هو بتناسب خطياً مع M، فطبق ABC بيطلع عندك الـ output of the frequency discriminator يتناسب خطياً مع M وبس. حد عنده أي سؤال على المبدأ العام؟ هلا بتصير معادلات رياضية وبتصير الأمور يعني أوتوماتيكية، ما بتخوف، المعادلات مش صعبة، لكن كويس تعرف المبدأ، لأنه أنا بسألك على المبدأ، أنا بقدر ما أجيب لك أي معادلة على هذا الموضوع، ومع ذلك أسألك أمور دقيقة جدا على هذا المبدأ. طيب ندخل في موضوع الفريكوانسي ديسكريمينيتر. أولا الدائرة الكاملة تاعت الفريكوانسي ديسكريمينيتر تتألف من دائرتين، يعني دائرتين أصغر منها. الدائرة الأولى بنسميها the slope detector أو the slope circuit، نفس التسمية slope circuit أو slope detector، يعني هاي بتعتمد في مبدأ عملها على the slope of the frequency response. هلا بوضح لكم ليش، أو بالأصح بوضح لكم كيف. بعد ما نعمل slope detector، بعد ما نطلع الأوتبوت تبع slope detector،
بندخله على دائرة ثانية بتعمل عمل ذا انفلوب ديتكتور. ومشان ما حد يعترض لازلنا نقول، انتبهوا عليه، لازلنا نقول وسنبقى انه الانفلوب تاع الاف ام سيجنال عبارة عن كمية ثابتة وليس له اي علاقة لا بام اوف تي ولا بغير ام اوف تي. وبالتالي احنا we are not after the envelope of s of t. هذا useless. هذا الانفلوب يا اخواني اللي موجود هون هذا بعد ما نعمل السلوب سيركت. يعني السلوب سيركت باخذ اف ام سيجنال، لكن هل يعطي اف ام سيجنال؟ لا، ما بعطي، بعطيني شيء جديد. هذا الشيء الجديد استطيع انه اتعامل مع الانفلوب تبعه اطلع منه الام. ما تتلخبطوا. يعني هل انا لو سالتك سؤال صريح مباشر، هل انا اتعامل الان في هاي دائره الفريكوانسي ديسكريمينيتور، هل ساتعامل مع الانفلوب بتاع الاس اوف تي بتاع الاف ام سيجنال؟ الجواب حرفين نو. وبدك جواب بالتفصيل، قلته اوريدي انا. في انفلوب ديتكتور، اي نعم، لكن مش للاف ام سيجنال. هذا خطوه ثانيه بعد ما اكون اشتغلت شغله معينه على الاف ام سيجنال. والصراحه مش اي شغله. هلا بتشوفوا كيف هاي الشغله شغله السلوب سيركت، ليست شغله عابره او شغله بسيطه. لا، هاي يا اخوان هي الشغله اللي بدها تعمل لنا ايه يتناسب مع بي، بي يتناسب مع سي، اذا ايه يتناسب مع سي، هاي هي اللي بدها تخلق هاي العلاقه، الحلقه المفقوده بهاي العلاقه. بدها تطلع اوتبوت يتناسب مع اف اي، والباقي عندنا يا اوريدي اف اي تتناسب مع ام. هاي الموضوع in principle. نيجي الآن للتفاصيل. هذا أولاً، طبعاً هاي الفيجر فيها عدة، يعني هي مجموعة فيجرز مع بعض، إلا أنه الآن إحنا خلينا نركز على أول واحد. فأول واحد عبارة عن H1 of F على J. هذا الاختران H1 of F is purely imaginary. طب السؤال بالله هيك من باب المداعبة العلمية، يعني هل في حد يا اخوان بيعرف لي عملية رياضية تتم على السيجنال بالتايم دومين وبتعطيني فوريه ترانسفورم that is purely imaginary؟ هل بخطر عبالكم شغلة بتعملها للسيجنال بالتايم دومين بيطلع مقابلها بالفريكوانسي دومين بيورلي ايماجينري؟ يمكن ما تعرفوا زي هيك، بس لو عندك صياغه السؤال اكيد بتعرفوا. لو كان اخوان عندك اكس اوف تي واشتقيت اكس اوف تي، جبنا دي اكس اوف تي باي دي تي، شو بيكون الفوري ترانسفورم؟ يلا خاصيه الاشتقاق، اشتقاق بالتايم، شو بتساوي بالفريكوانسي؟ جي اوميجا بالفوريه الامه. ايوه، شو اول حرف قلته؟ جي اوميجا. لا، اول حرف جي لحاله، هذا اللي هو تاع البيورلي ايماجينري. طيب يا اخوان، اذا انت تستطيع انك تحصل على بيورلي ايماجينري ريسبونس من خلال الاشتقاق بالتايم دومين، ماشي، خليكم متذكرين هاي النقطه، إنه إذا بدي purely imaginary بشتق، إذا بدي purely imaginary بالfrequency domain شو بسوي بالtime domain؟ أشتق، خلص. طيب هلا هذا purely imaginary أنا لا أستطيع أني أرسمه على محورين، يعني H مع F ما بقدر، لأنه في imaginary، شو بكيف بدي أعمل بالimaginary؟ أيوة، الحل بسيط، رحنا قسمناه على الJ. لما يكون هو purely imaginary تقسمه على J، هل بصير real أو complex أو imaginary؟ شو بصير؟ real. أحسنت، بارك الله فيك. إذا كان هو purely imaginary فقسمته على J بصير real. طبعا انتبهوا، إحنا مش قاسمين ال H على J داخل الدائرة، لا، H اللي داخل الدائرة هو H1 و H2. أنا عندي في H1 وفي H2 بالدائرة،
لكن احنا مركزين على H1 لأنه H2 بالأخير زيه زي بعض يعني. يعني فهمهم زي بعض، هم مختلفين، لكن إذا فهمت H1 تفهم H2. هاي القسم عبارة عن شيء احنا عملناه مشان نقدر نرسمه لا أكثر ولا أقل. أما بالدائرة بالنظام هون ولا هون احنا لا قسمناه ولا يحزنوا ماشي، قسمناه بس عشان نقدر نرسم. طيب فإذا كان أخذته بهالطريقة وطلعت عليه هون وطلعت عليه هون، بتلاقي إنه في عندك odd symmetry صح؟ يعني اللي كان قيمته أعظم ما يمكن عند c plus b dt over 2 صار أقل ما يمكن عند السالب تبعه، واللي كان صفر أقصى اليسار هون صار أقصى اليمين هون، وهلما جرى. طبعا أنا بدي أعطيكم بعض الملاحظات السريعة، أنتوا لأن شعبتكم أصغر شوي فعدد المشاركات عندكم أقل عددا، هاي كلها نسألوا عنها مشاركة زملائكم بالشعب الأولى. أولا الباندويد عبارة عن بي تي، طلعوا عليه هاي، شوف من هون لهون كم بي تي. ثانيا القيمة اللي هون، القيمة اللي هون القيمة العظمى يعني، هذا خط مستقيم الآن، ما تقول لي هذا يعني مزبوط مستقيم أو لا، لا هذا 100% خط مستقيم، والسلوب تاعه 2πa. طبعا الـ a عبارة عن ثابت، مش كثير مهم كم قيمة a، هو عبارة عن ثابت. طيب لو كان الآن عندك هون صفر، صفر قيمة الاقتران يعني صفر، والويدث عبارة عن bt عرض هاي المنطقة bt، والسلوب 2πa، شو بتكون القيمة هون؟ ارجعوا لعلاقات الخط المستقيم وما تعرفونه عنهم، تجد أن القيمة هاي عبارة عن 2πabt، 2πabt لأن السلوب بقيس التغير بالواي على التغير بالإكس، أنا عندي التغير بالإكس bt وقسمتهم على بعضهم 2πa، شو بدها تكون هاي اللي هون 2πabt، فيك تكتب جنبها شغلة زي هيك ممكن تجيه سؤال. طيب هلأ شو باجي بعمل؟ بعمل low pass equivalent، وإحنا عارفين إنه إحنا دائماً وأبداً نلجأ للlow pass equivalent لتبسيط الأمور. طبعاً في الشعب الأولى أحد زملائكم لما سألنا عن هذا السؤال جوابه صح، لكن هو حط معادلة كاملة لهذا الخط المستقيم، هاي المعادلة الكاملة بعد شوي رايحين نمر عليها، ما في مشكلة، عندك نقطة وسلوب تعمل منها خط مستقيم، معادلة خط مستقيم، تستطيع أن تعمل ذلك، تستطيع أيضاً أن تعمل علاقة خط مستقيم هون. إذا بتلاحظ هاي وهاي شو العلاقة بينهم؟ جبنا هاي عند الأوريجين وضربناها باثنين، كيف عرفت أنه ضربناها باثنين؟ لأن السلوب صار 4 باي A بدل 2 باي A، فإذا كانت هاي 2 باي A B T هاي بدها تكون 4 باي A B T. طيب يا أخوان حدا عنده أي سؤال؟ ترى هاي المداعبات الرياضية مهمة، ويعني أنت بتقدر تحط خط مستقيم، وهلا بوريكم معادلة الخط المستقيم، أقول لك لا خلينا أوريكم إياها هلا، معادلة بتخوف للأمانة يعني، بس أنا ما بقولكم مشان أخوفكم، أنا بدي أقولكم إنه مع إنها معادلة بتخوف إلا إنه أنا I don't care about it ولا أعتني فيها مطلقا، أنا عارف هاي علاقة الخط المستقيم اللي هون مش مستاهل أبلش المعادلة من هذا الشكل، شو بدي بهالغلبة صح؟ هين عرفت إذا كان هون صفر قطعا هون 4πabt بالمعادلة ولا بدون المعادلة ولا لا؟ يعني هون تأتي العقلية المهندس، المهندس ما في شك بيعرف كمية هائلة من الرياضيات، لكن قبل كل هاي الكمية الهائلة من الرياضيات يجب أن يمتلك العقل الهندسي اللي بيقول له كيف تصل إلى الجواب بأقل قدر من هذا الكم الهائل من الماء، هذا خليه عندك هذا شيء ممتاز، لكن انت مش ضروري تستعمله على الطالع والنازل،
مزبوط ولا لا؟ ففي شورت كاتس لا تتعارض مع العلم. أنا ما عملت أي تعارض مع العلم ترى لما قلت أنه أنا بضرب السلوب بالود. هذا هو تعريف السلوب. هذا يعني هذا التعريف تاع السلوب هو اللي بيطلع هاي المعادلة. يعني كأني أنا نطيت عن تطليع المعادلة لا أكثر ولا أقل، مش ألغيته، قفزت عنه إلى ما هو أهم منه. تمام. إذن بتجيب هاي بتحطها هون وتلاحظ إنه الود لم يتغير، وهكذا دائما بموضوع اللو باس إكويفلنت. الود الشكل اللي عندك هون له عرض معين، طبعا هذا العرض المعين يساوي الباندويد، يبقى نفس العرض عند الزيرو، وإن كان الآن العرض مش هو الباندويد. الباندويد هون كم؟ انتوا حكوا لي كم؟ BT over 2، لأنه باللو باس بنأخذ العرض من البوزيتيف سايد أونلي، وهذا أيضا نأخذ العرض من البوزيتيف سايد أونلي، لكن هون بالبوزيتيف سايد المثلث موجود كاملا على اليمين فنأخذ عرضه كاملا، إلا أنه هون ليس موجود بالكامل كله على جهة اليمين، اللي موجود على اليمين منه فقط هو من صفر إلى BT over 2، ولذلك الباندويت هون بالفعل BT over 2. هذا ما بتعارض، إنه عرض المثلث لساته BT. شايفين عرض المثلث ما بتغير لأنك أنت بتعمل شيفت. الماجنيتود تغير، كان 2 ضرب شغلة صار 4 ضرب نفس الشغل. هذا عنده أي سؤال؟ وطبعاً هذا الضرب 2 أنتوا عارفين أنه موجود بالتعريف لما اشتغلنا على على اللو باس إكويفلنت، طلع معناها نتيجة للتعريفات اللي احنا عملناه. ماشي. هلا في عندي كمان H2، إذا بتلاحظ H2 بشبه H1 من حيث أنه قسمنا على J، فهذا يعني أنه It's purely imaginary. ماشي. It's purely imaginary. فطالما انه بيورلي ايماجينري معناته شو؟ معناته اضطر اقسمه على الجي مشان اقدر ارسمه. فلما رسمناه شو طلع؟ طلع انه هذا يعني عكس بعضهم، يعني هذا بدا من اقل قيمه عند الاف سي ماينس بيتا بي تي اوفر 2، هذا بدا من يعني اعلى قيمه له كانت هون، بعدين هذا صار يطلع، هذا اللي هون صار شو يعمل؟ ينزل. والاسلوب تبعهم طبعاً النير. هاي قاعدة بسيطة من قواعد الخط المستقيم، إنه مثل ما بتقدر تعمل خط مستقيم مثلاً السلوب تاعه 2 يكون طالع من الشمال لليمين، طالع طلوع نعم زي هيك طالع طلوع، فيك تعمل واحد ثاني نازل نزول يكون السلوب تاعه ماينس 2. هاي كل ما هنالك. هلا ليش بدي الـ H1 وليش بدي الـ H2؟ يبين معنا بعد ما نمشي شوي. احنا راح نحتاجهم اثنين. هاي المعادلة ولا تقرؤوها. طيب اخوان اوعوا تفكروا تحفظوها. ولا الى اي لزوم. هاي لزومها فقط لداعم رياضي فقط. انه انا يعني بدي اقول لك انه H1 و F هذا بنكتب له معادلة. هذا بنكتب له معادلة. وليس بالضرورة انه نكتبها في بكل مقام ومقال. أيوة. المعادلة اللي بعديها معادلة معروفة بالنسبة لنا اللي هي فيل فاكتور أوف 2 ما بين اللو باس والباند باس، وبالإضافة نايك عن موضوع الشيفت، يعني هون F هون F ماينس F C، هذا بتعرفوه كله هذا الكلام. هل هاي المعادلة بيقدر اللي بده يغلب حاله، يعني اللي هو عنده هواية لل يعني to solve problems the hard way، مرات بيجي بيقول لك والله طيب كيف نعمل الشغلة الفلانية يا فلان، بيقول والله بنعمل كيت وكيت وكيت، قصة طويلة يعني، وبالآخر هاي الجواب هاي وصلتك للمطلوب، بيقول لك والله you are doing things the hard way، انت مصعب الأمور، بدك تصعب الأمور. نعم هاي المعادلة بتطلع من هون، هاي بتطلع من هون
وبيمشي الحال. لكن أنا مثلاً بطلعهاش من هون، أنا منين بطلعها؟ أنا والله بطلعها من هون، من هون بطلعها من هون just like this دوري. هذا أنا اللي بحب إنه طلابي يتعلموا، إنه يعني إحنا كمدرسين كأساتذة كدكاترة، مش هدفنا يا إخوان الأول، والأول ضرورية هون كلمة الأول، لأنه لو قلت مش هدفنا بيطلع كلامي خطأ. ليس هدفنا الأول، أو ليس هدفنا الأول أن نعطيك أكبر قدر من المعلومات، هذا هدف قطعا هدف، لكن ليس الهدف الأول. إذن ما الهدف الأول؟ الهدف الأول أن نعطيك أو نحاول أن ننمي عندك طريقة التفكير، ولا أقول نعطيك لأنه لابد، أنه أنتم ما شاء الله عليكم طلاب متميزين، طلاب شاطرين، وعندكم طرق وراقية للتفكير. فإحنا هاي من نحطها بالإطار الهندسي، طريقة راقية للتفكير بالعمليات الهندسية. فقصر الكلام، نستطيع أن نأتي بعلاقة لهاي العملية اللي هون من دون ما نجيب معادلة طويلة عريضة زي هاي المعادلة، ويمكن نخطئ وتطلعوا مع أكثر إشارات الزائد والناقص والرينج اللي هون، يعني شغلة لا على البال ولا على الخاطر. فبنروح نعمل العلاقة بشكل مباشر من الفيجر تاع اللو باس إكويفالنت، وهذا يعني أن نحصل على معادلة 59. طبعا معادلة 57 is not very friendly، حقيقة الأمر معادلة 59 is friendly، يعني الخط المستقيم يبدأ من يسار الصفر بشوي، بنتهي بعد يمين الصفر بشوي، وهي معادلته خلصنا. There is no problem. طيب الآن هاي المعادلة هي معادلة إيش؟ هي معادلة H1 delta of F. What is H1 delta of F? H1 delta of F هي عبارة عن الفريكوانسي اللو باس إكويفالنت of the frequency response of H1. انتوا عارفين طبعا هذا الكلام، هذا لو باس إكويفالنت لل H1. طيب هلا الموديليتد سيجنال اللي هي اسم موديليتد سيجنال اللي دخلت على الريسيفر ماذا كانت؟ هيا هاي ولا فيها ولا حرف جديد ابدا، هاي هي الإشارة اللي طلعناها من المرسل، وقد نكون طلعناها بدايركت وإندايركت. بذكر ما بعنيني كيف اتطلعت، أنا بعنيني الآن لما وصلتني على الريسيفر كيف كانت. كانت هكذا زي ما هو معادلة 60 AC كوساين ثيتا آي أوف تي، وعبينا مكان ثيتا آي بس. أيوة طيب نأخذ اللو باس إكويفالنت لا الاس بتصير اس تلدا. هل سبق انه عملنا هاي الخطوة؟ اي نعم، لما عملنا الوايد باند والنارو باند وقلنا انه هاي الاس تلدا بتطلع بيريوديك وما الى ذلك، صح؟ اذا هذا ليس بالشيء الجديد، وانتم عارفين انه كوساين اوف هي عبارة عن ريال بارت للاي تو جي اوف، فهذا اللي بالكوساين اوف بيصير بالاي تو جي، وبعدين بتترك الـ e to j 2 باي اف سي تي وتبقي ما تبقى. هاي هذا باقي ما تبقى، ما في شيء، ما في اي شيء. ايوه الان تعلمنا بشابتر 2 لما درسنا الباند باس سيستمز، احنا عارفين اوريدي انه لو عندي اس هاي الـ FM سيجنال اس دخلت على H1، طبعاً إس ما بتدخل على H1 تلدا، ها إس بتدخل على H1 لأنه إس عبارة عن باند باس، فتدخل على الباند باس اللي زيها اللي هو H1، بيطلع منه كم؟ بيطلع منه S1 برضو بدون تلدا. طيب لو سألت ما هي العلاقة ما بين S1 وS وH1، هي العلاقة إنه شيل التلدا، بس شيل التلدا تصير S1 بدون تلدا of F بتساوي S بدون تلدا of F H1 بدون تلدا of F، وما عنديش نص. هذا لو كان ما عندي تلدا،
يعني شيل كل التلدس وشيل النص، تصير هاي العلاقة اللي احنا بنعرفها دائما واللي بنعرفها حتى من ال 260 مش من المواد الأعلى. الأوتبوت مع الانفوت مع الامبولس ريسبونس كونفوليوشن بالتايم دومين حاصل ظهر بالفريكوانسي دومين. لما صاروا تلدة كلهم هل احنا احسن إلنا يصيروا تلدة؟ لانه شوفوا اطلعوا على المعادلة، يعني هاي هذا H1 اللي بدون تلدة وهذا H اللي مع تلدة، والكلام إلكو يعني مش إلي انت. يعني لو حد حكى لك يا عمي تعال تعامل لي مع هاي المعادلة ولا مع هاي المعادلة، هل تفكر لو انا ولي ثاني واحدة تختار هاي؟ قطعا هتختار هاي دغري. فإذا احنا بنحول للتلدة يعني لللو باس إكويفلنت اللي هو نفسه دي كومبلكس انفلوب، صح؟ هذولا اسمين لنفس المسمى لو باس إكويفلنت أو كومبلكس انفلوب، بنتعامل معه المهم أيا كان اسمه بالمعادلة الأولى من 62، ثم نضرب بنعوض يعني وبنضرب بنحط S تلدة حطيناه هون وبنحط H1 تلدة هاي جبناه من هون حطيناه هون ولا أكثر ولا أقل. الآن بنتطلع على المعادلة. طيب يا أخوان نتطلع على المعادلة بعد ما عوضنا، تلاحظ إنه النتيجة النهائية لمرور السيجنال بالفلتر H1 هي عبارة عن حدين، طلعوا عليهم هون. بتقدر تفك القوس، هذا عندك قوس F زائد VT over 2 بنفك عاد. فطالما صار عندي حدين بالفريكوانسي دومين، إذا هدول الحدين يقابلهم حدين بالتايم، ولابد أعمل إنفرس للأول بالفريكوانسي مشان يطلع عندي الأول بالتايم، وكذلك بالنسبة للحد الثاني. لو بدأنا بالحد الثاني ليه؟ لأنه الحد الثاني شوية أبسط. بنلاحظ إنه الحد الثاني بالفريكوانسي دومين عبارة عن استلدا وبف مضروب بشو؟ مضروب بجي، الجي ثابت، 2 باي كمان ال 2 باي ثابت، A كمان ال A ثابت، BT over 2 كمان ال BT over 2 ثابت. إذن B S تلدا وبف ضرب ثابت لا أكثر ولا أقل. What is the inverse Fourier transform؟ بده يطلع S تلدا of T ضرب ثابت. طبعاً الثابت اللي شايفينه أنتوا هون هاي الـ A موجود عامل مشترك، ما تفكروا أن الـ A طار، الـ A لا بيطير ولا بيأدي، فهذا الـ A موجود والـ J باي في بي تي موجود وباقي ما تبقى هي اختصارات، يعني الاثنين مع الاثنين وشغلات زي هيك. طب الحد الأول، الحد الأول شو؟ أنا عمداً سألتكم وهذا ما سألته للشعب الأولى لأنه هذا كان سؤال إلهم هم يعني على موضوع المشتقة. هلا أنا عندي بادين بالعكس، بادين من الفريكوانسي دومين، طلعوا شو ضارب التلدا وبف؟ ضاربوا بجي 2 باي اف اي. ما تقول لي اي اف، صح بس صح كمان اف اي لأنه هاي ثابت، يعني الاي عبارة عن ثابت، لو اجى بعد الاف او قبل الاف ما عندنا مشكلة. فصار عندي جي 2 باي اف ضرب اس تلدا، الا يعني هذا اشتقاقا بالتايم دومين؟ صح، انتوا قلتوا لي اذا بتشتق بالتايم دومين بالفريكوانسي دومين بتضرب بجي 2 باي اف. طب هيني انا ضارب هون بجي 2 باي اف ولا لا؟ ضارب، وضارب بالاي زيادة. طب هاي الاي طلعته برا، الجي 2 باي اف شو بتعمل؟ بتحول اس تلدا الى مشتقة اس تلدا. وانتبهوا انه انا عمدا وقاصدا عامدا ما كتبتش اس تلدا برايم. ليه؟ لانه اكثر من مرة نستعمل البرايم لكي يدل على شيء اخر غير الاشتقاق، فما بدي اعمل تناقض. لكن الاشتقاق هو الاشتقاق، ما بنختلفش عليه. جي 2 باي اف في الفريكوانسي دومين يعني مشتقة بالتايم دومين، وبتصير الاس 1 كما هي موجودة بمعادلة 63. حد عنده أي سؤال يا شباب؟
ممتاز. مشان تكونوا مع زملائكم بالشعب الأولى، إحنا إن شاء الله بنتوقف هون. هو اللي صار إنه زملائكم بالشعب الأولى ناقشوني في موضوع المشاركة وكيف إنه ممكن نرفع علامات المشاركة وإلى آخره يعني، وكان في حوار. تستطيعوا تسألوهم أو تستمعوا للتسجيل تبعهم وتشوفوا شو الحوار يعني. فيش مجال نعيد طبعا نفس الحوار مرة ثانية هون. ويعني موضوع المشاركة موضوع أنا بالنسبة لي ما أخذه فريندلي، يعني ما أخذه أنه أنا بدي من الطالب شغلتين فقط، ما بدي الشغلة ثالثة. الشغلة الأولى بدي أحضر المحاضرات، وهذا للطالب مش لي يعني. هذا أنا معطيني أريحية نعم أنه الناس عم بيحضروا، وهذا بيبسطني أكثر ما أنهم يغيبوا يعني، لكن من المستفيد الفعلي من هذا الكلام هو الطالب اللي بيحضر. الشغلة الثانية غير عن أنه يحضروا، بدي يكونوا أيضا معي بالمحاضرات. يعني والله بنحكي هون صار اشتقاق، هون صار لو باس باند باس، صار في نص في الشي نص، يعني الطالب يكون عماله بيتابع معي أيضا مشان شو؟ مشان هو يتعلم. فبعد هيك لو جبت كلكم فول النهار أنا بكون أسعد الناس يعني، هذا ما بيضايقني أبدا، بالعكس بيسعدني. فيا أخوان يعني ملخص الموضوع بالنسبة للمشاركة، هي المقصود منها إنه نساعدكم على أنه تتعلموا، وهذا لا يتعارض أبداً أبداً. اللي بشعر أنه هذا ممكن يتعارض بيكون غلطان، هذا لا يتعارض مع أنه تجيبوا علامات عالية. أنا عديت لهم بالشعب الأولى اللي هم عددهم 39 طالب بالضبط، كان عندنا 10 طلاب عندهم علامة كاملة بالمشاركة. هذا الكلام ما بيصير بأي امتحان مكتوب، لو كتب يعني يمكن لأول ابتدائي يمكن ما يصير إنه ربع الطلاب يجيبوا علامات كاملة. فأظن إنه المشاركة هي شغلة كثير فريندلي. الطلاب اللي يعني بتضرروا من المشاركة على الأغلب بتضرروا لأنه ما حضروا أو لأنه هم مش كثير متابعين معنا الأمور. ويعني أنا أسعى إلى عكس ذلك، إنه تحضروا إنه تتابعوا. والبخية عندكم. نلتقي إن شاء الله يوم الأحد. يعطيك العافية. بارك الله فيك.